نحن الآن متواجدين في عيادات الجامعة التابعة لكلية طب الأسنان. مبنى العيادات يضم عمل الطلاب السنوات الرابعة والخامسة أو المرحلة الرابعة والخامسة. نستقبل جميع حالات اللي تحتاج إلى العلاج بخصوص الفم والأسنان والفكين. الطلاب عندنا أول ما يدخل المريض أو الفيشنت يستقبلوه ونسوي له تشخيص ويتحول إلى العيادة المختصة بالعمل المطلوب. نستقبل جميع الأعمار وجميع الفئات من الناس، وعلاج اللي يقدم بالعيادات هنا بشكل مجاني حتما، ويقوم به الطالب باحترافية إن شاء الله تحت إشراف الأستاذ المشرف على العيادة. هذا الوقت إحنا يوم الأحد ويوم الثلاثاء عندنا عيادات طب الأسنان الخاصة بالأطفال. هنا نستخدم جميع العلاجات للأطفال من وقاية ومن معالجات، منها الحشوات، قلع الأسنان، عمل الحشوات الوقائية اللي هي الفيشر سيلن، إضافة إلى وضع مادة الفلوراد اللي هي تعتبر وقاية للأسنان. الأجهزة متوفرة في كل العيادات. المبنى متكون من 3 طوابق، كل طابق به 5 سكترات، كل سكتر به حوالي 10 إلى 12 شير يستقبل المرضى بشكل كامل. بهذه الفترة باعتبار وجود كورونا احنا قاعد نستعمل الشيرات بين واحد وواحد حتى نعطي مسافة تباعد عن بين مريض ومريض، وايضا نحاول نقوم بجميع اجراءات الوقايه من لبس الكمامه، الجاون، الفيس شيلد او النظارات والى اخره، حتى نقلل من اي اثر لالتقاء العدوى لا سمح الله. المواد المستخدمه هي الجامعه توفرها، المريض لا يدفع شيء ابدا، ونجيب من المواد الجيده او الممتازه المتوفره بالسوق العراقيه. تقبل هنا الأطفال من عمر 2 إلى 14 سنة، وفي بعض الأحيان 15 سنة، لأن هو هذا الحد أو العمر اللي يسمح به للوقاية والأطفال. ومثل ما قلت لكم إن شاء الله هنا الطلاب دا يشتغلون على جميع العلاجات، وحتى نستقبل الأطفال المعاقين أو الأطفال المصابين بالتوحد أو أي علاج خاص، إضافة إلى أنه بعد إذا الطفل يعتاز إلى تقويم الأسنان، فإحنا بعد ما نكمل العلاجات الخاصة به راح نحوله إلى قسم تقويم الأسنان، أو إذا يعتاز تعويضات سنية اصطناعية أيضا راح نحوله إلى القسم الخاص بجامعتنا. إحنا طلبة جامعة الكفيل طب الأسنان العيادات التعليمية. هسه مبدئيا نشتغل طبعات على مود الأورثو، سو ميكسينج للألجينيت. جينا اليوم عيادة الكفيل، شغلهم كلش حلو ومجاني، نشكرهم على الجهود المبذولة على الشغل المرتب. نشكر جامعة الكفيل على هذا الشيء وعلى هالمبادرة هاي الحلوة، يعني تتابع أمور المواطنين من تنظيف الأسنان من حشو، وهذا الشيء يعني كلش حلو مفقود من زمان، احنا مفتقدينه صراحة. يعني ماكو شيء هسه موجود اللي دكتور يخابرك ويقول لك تعال انظف اسنانك او احشي لك اسنانك مجانا، والله يوفقهم ان شاء الله بحق الحسين ويبارك بيهم وان شاء الله يوسعها عليهم اكثر واكثر.